هذه الفعالية هي فعالية اليوم المفتوح، اليوم ترفيهي توعوي بالنسبة للأطفال تزامنا مع اليوم العالمي للطفولة. هذه الفعالية برعاية السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، وتحتوي هذه الفعالية على المسابقة الثقافية، ألعاب رياضية، سباق هجن وسباق خيل، وأيضا تعرض بعض الأنشطة الفنية الماربية بالتراث الماربي مثل القهوة الماربية والجمري والمدفون، وتستعرض أيضا بعض الشيلات الماربية. بسم الله الرحمن الرحيم. تزامنا مع اليوم العالمي للطفل وضمن أنشطة كتلة حماية الطفل بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، تقام هذه الفعالية التي تقيمها بعض منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت إطار الكتلة. هذا اليوم المفتوح الذي يستهدف الأطفال من كل الشرائح، من الأيتام ومن الأطفال النازحين، من الأطفال يعني في محافظة مأرب بشكل عام. حرصنا أن يكون هذا اليوم في جو صحراوي مفتوح، نشاهد فيه بعض الألعاب الشعبية وأيضا الأطعمة الشعبية التي تمتاز بها محافظة مأرب، إضافة إلى سباق للهجن وللخيل والاستعراض لبعض العادات الشعبية في هذه المحافظة. نشكر الأخ محافظ المحافظة الراعي الرسمي لهذه الفعالية، وكما نتوجه بالشكر الجزيل لكل الأخوة في منظمات المجتمع المدني الذين تفاعلوا مع هذا اليوم المفتوح، ونتمنى للأخوة في المنظمات ونتمنى للأخوة في قيادة السلطة المحلية الاستمرار في تشجيع ودعم مثل هذه المبادرات. هذا اليوم يعني حقيقة ربما يكون الأول من نوعه لهذه الفئة للأطفال في محافظة مأرب، وإن شاء الله تعالى يكون انطلاقة في قادمات الأيام لما هو أجمل وأفضل. كان هذا اليوم جميل جدا، جيت انا بالحضور الى الجميع، وكان احلى يوم اليوم عندي بالنسبه لي. الناس مدري كانت الفكره جيده فعلا لمنظمي مهرجان الاحتفال لابراز الحضاره الماربيه، وهذا موروث ماربي اصيل فعلا، وفعلا ربط المدينه بالريف. هذا خبز فعلا وجد الان اتضح انه فعلا صحي، مصنوع معجون من البر، وهذه المكونات القهوه العربيه الاصيله، الهيل، الزنجبيل، القشر، القرفه فقط، هذه مع التمر ايضا. انطباعي عن هذا الحفل رائع رائع جدا جدا، خصوصا في مأرب الحضارة. أنا عني عن نفسي أشكر القائمين على من قام على ترتيب هذا الحفل، ويعني أشعر بأنني نقلت النقلة النوعية إلى التاريخ إلى أيام جدتنا بلقيس، وأنا متأكدة على يقين بأن حضارة جدتنا بلقيس سوف تعود الآن وتعود من هذه الأرض، أرض بلقيس التي احتضنت جميع أبناءنا اليمنيين من كل مكان. حفل كيف رائع أقاموه، وبسنا الخيول والقهوة الماربية كان طعمها يا سلام جدا،
وفرحنا مع الأطفال، شفنا أطفال جداد وأصحاب جداد كل شيء. جيت أنا لو هنا نغير جو هنا نشوف العالم، وجيت وننتو هنا ونشكركم على مجيئكم لهنا ولا تلعبون ونغير جو الترفيهية، ونشكركم جزيل الشكر ونشكر كل منظمات اليمن. بعد أن أصبح الأطفال اليمنيين بشكل عام في زمن الحرب هدفا للعنف والصراع من خلال تعرضهم لشتى أنواع الانتهاكات من قتل واعتقال واختطاف وتعذيب وتشريد ونزوح وتجنيد والدفع بهم نحو التسول وجريمة استغلال ظروفهم المعيشية واستخدامهم كأداة لتنفيذ جرائم ضد الغير، فإن تعزيز الوعي المجتمع المناهض انتهاكات التي يتعرض لها الأطفال اليمنيين من أي طرف كان مسؤولية الجميع بلا استثناء. يتحملها بالدرجة الأساس الحقوقيون الناشطون ومنابر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، تليها مؤسسات التعليم والدعاء وخطباء المساجد. ومن هنا تسعى كتلة حماية الطب بمحافظة مأرب المكون من عدد من مؤسسات المجتمع المدني إلى تفعيل دورها تجاه حقوق الأطفال وتعزيز دور الكتلة في حماية الطب. ويأتي هذا النشاط الذي نعيش فعالياته اللحظة كاستمرار لفعاليات اليوم العالمي للطفولة، ولكن بشكل مختلف وطريقة نوعية فريدة تمثلت في التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب والدعم النفسي للأطفال للضحايا والمتضررين من الصراع الدائر في البلاد، بهدف دمجهم مع أقرانهم من خلال مساحات صديقة للألعاب والترفيه والسياحة في الصحراء الرملية والتنزه وغير ذلك من الأنشطة المفتوحة والبرامج الحرة في هذا المكان. الأخوة والأخوات، إن الأطفال وحقوقهم موضوع اهتمام رئيسي لدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مأرب، ولديها العديد من البرامج والمشروعات المتعلقة بحماية وتنمية الطفولة، ولكن قد ربما تتأخر بعض الشيء. إن تعدد تنوع منظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب عكست دلالات التوجه المدني لدى قيادات السلطة المحلية رغم الظروف العصيبة التي تمر بها فرضتها الحرب على مأرب واليمن بشكل عام. نرى مؤشرات إرادة سياسية نحو شراكة بين هذه المؤسسات والسلطات المحلية في مأرب نحو تكاملية الجهود تحقيق الأهداف والدفاع عن الانتهاكات والانتصار للحقوق وفي مقدمتها حقوق الأطفال. أنت يا وطني أماني يحفظك ربي يا وطني، أنت يا أغلى الأوطان يحفظك ربي يا وطني، أنت يا أغلى الأوطان. إسلامنا ليس انتحار، إسلامنا ليس انفجار، القتل وحش راح ينمو في ظلام الجهل يغتال النهار، فهناك في الروح انهيار وهناك في العقل انهيار وهناك في الأيدي تعاويذ الدمار. إسلامنا الرجل النبي قد رافق التجار في أعلى البحار، ما جاء يحمل بين كفي الدمار بل جاء يصعد سلم التنوير في أعلى البحار. أضواء رحمتي تدل التائهين، أضواء راحتي تريح المتعبين، أضواء بهجتي تسر البائسين. إسلامنا قد شكل الإنسان من حب ودين، قد شكل الإنسان من نور وطين، قد شكل الإنسان من خلق يضيء على وجه الآخرين. ما زال يسكن بيرة ذاكرتي أبو بكر الرعيم، وذلك الأسد الحكيم عمر العظيم، من تحت راية الجهاد أوصل عباد. لا تقتلوا شيخا كبير، لا تقتلوا طفلا صغير، لا تقتلوا امرأة فإن الله رحمن الرحيم. قالوا تعالوا دمروا كي تنصروا، قالوا تعالوا فجروا كي تنصروا، ضحوا بأحلام الصغار وبالرجال وبالنساء لتؤجروا. هل نصر أمتنا بتمزيق الديار؟ هل نصر أمتنا بزرع الرعب بين الآمنين السالمين؟ فلتقطفوا بعض الرؤوس وتنطعها كالثمار، هذا انكسار انهيار. أنا لا أظن بأن ثمة موطنا بمثل مجدك يا وطن، أنا لا أظن بأن ثمة موطنا بمثل خيرك يا وطن، إنا نحبك يا حنون، إن كان شيء مستحيل فأنت شيء مستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرين الكرام، أستاذات الفاضلات، أشكر كل من ساهم في هذا الحفل العالمي، وأتمنى من كل طفل وطفلة أن يستمتعوا بهذا الحفل العالمي للطفولة. بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة بيانات الكتلة الفرعية لحماية الطفل في محافظة مأرب للأستاذ سكوترة البقمع. نحن الكتلة الفرعية لحماية الطفل التي هي تابعة للكتلة الرئيسية لمنظمة اليونيسف.
المختصة برعاية الطفل وحمايته. قمنا في هذا اليوم المفتوح، اليوم المتزامن مع اليوم العالمي للطفل، بإقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والفقرات المتنوعة بين الألعاب الرياضية والأعمال الفنية الأخرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنية الأخرى. الهدف تخفيف المعاناة عن الأطفال المتضررين من الحرب، سواء الأطفال الذي تضرروا من الحرب بطريقة مباشرة كالمصابين جراء سقوط صواريخ الكاتوشا أو الألغام المتفجرة، أو الذين تأثروا بطريقة غير مباشرة كالذي فقد أحد والديه أو أصابته حالة نفسية أثر هذه الحروب والأزمة. هذه الأنشطة قمنا بتنفيذها من وسط الصحراء، من بين التاريخ والحاضر والمستقبل، الصحراء التي تتوسط عرش بلقيس التاريخي ومنشآت الحاضر والمستقبل التي هي نبض القلب اليمني، منشآت صافر.